العربيه بتاعتنا بتعمل بالعربيه بتعمل بالطاقه الشمسيه، يعني احنا دلوقتي مفيش بنزين، مفيش عادم، مفيش صوت كمان للعربيه. شغالين على نظام خاص بالركن الذاتي بحيث ان العربيه تقدر ان هي تركن لوحديها او تفك الركنه لوحديها. احنا اخترنا العربيه ديت خاصه علشان تكون اول حاجه بساطه التصميم، تاني حاجه احنا محتاجين الكابوت بتاعها يكون قدام عشان التهويه بتاع البطاريات وتهويه دوائر التحكم اللي محتاجه تهويه. تاني حاجه احنا قمنا بفك موتور الميكانيكا الخاص بالعربيه، العربيه موديل سيات ماشي، وبدانا نركب موتور كهرباء. شلنا مكنه العربيه اللي هي المفروض شغاله بالبنزين وحطينا الموتور بتاعنا اللي هو الكهربي. بعد ما شلنا مكنه البنزين اللي هي في العربيه اساسا استخدمنا حاجات منها زي الجنريتور اللي هو المولد، واستخدمناه كمحرك يساعدنا في وقت الحاجه العازمه اكتر، فهو بيدخل معايا في الدايره. احنا في الحقيقه لما جينا اخترنا محرك الكهرباء واجهتنا مشكله ان احنا نربط محرك الاكس بتاع محرك الكهرباء بالاكس بتاع الفتيس بتاع العربيه، فاضطرينا ان احنا نعمل شغل خراطة علشان نعرف نربط الاكس بتاع محرك الكهرباء بالاكس بتاع الفتيس بتاع العربيه، ونخلي المحرك الكهرباء قادر ان هو يشغل العربيه. انت بقى عندك عربيه مفيش فيها اي معوقات ميكانيكيه موجوده في اي عربيه تانية تقليديه، لان انت العربيه كلها كهرباء، التحكم في الموتور كهرباء. طبعا في جزء خاص بالجير بوكس، احنا شغالين ان احنا نشيل الجزء الخاص بالجير بوكس دوت ونحط مكانه جزء محرك كهربي يقوم بالعمليه ديت ويتم التحكم فيه من غير دراع الجير بوكس التقليديه. فكرك مش كامله، لان الخلايا الشمسيه بتاعتي دي مش المفروض تبقى واحده بس، المفروض تبقى ثلاثه، لان طبعا امكانيات الطلبه بسيطه، فعملنا نموذج صغير وبفضل الله العربيه مشيت، ولكن مش ده الخارج النهائي اللي احنا بنحلم بيه. كان طبعا ده كان كله في خلال شهر، وده في حد ذاته انجاز. ان احنا دلوقتي بعد ما خلصنا المشروع بتاعنا ده، في بدل ما جينا تعزيزات ايجابيه من المدرسين، حتى من المدرسين اللي موجودين في المعهد والطلبه، المدرسين الموجودين في المعهد والطلبه بداوا يتريقوا علينا، في بعض المهندسين بداوا يتريقوا علينا المشروع بتاعنا.